في قاعدة جماهيرية كبيرة جدا من أول ما تم التصريح عن الموضوع ده، وكل الناس بقى بتسأل هو مين يا دينا، هو عامل ازاي يا دينا، طب هو شغال ايه يا دينا. لا دينا مش هتقول حاجة دلوقتي، حاجة بسيطة كده. هو خارج الوسط بس، ده اللي أنا أقدر أقوله. مهندس طيار؟ لا مش هقول. لا 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 مش هقول. حاجه بسيطه يعني. لا لا. طيب هل 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 هتكون دينا 2023؟ لا هو انا بصي قلت لكم المعلومات اللي ايه اللي هي اتقالت وخلاص. انا الحمد لله مبسوطه، وهو بني ادم كويس. بتضايقي ان الحمد لله بتضايقي ان الناس بتسال عن المواضيع دي؟ لا ما بتضايقش، بالعكس انا بحب الناس جدا عموما. يعني الناس لما بتسال فرح دينا الشربيني هيبقى امتى، بتضايقي مثلا؟ لا ما بتضايقش، بس ما عنديش رد، فما فيش حاجه هقولها. بس يعني بالعكس انا من الشخصيات اللي بحب الناس، بالعكس ما بتضايقش من حد. هيبقى سوني يعني؟ هتسالوا على كامل العدد؟ لا طبعا هنسال. انا كمان قلت لك، بقول لك كمان مبروك على كامل العدد. على العدد ويوم 13. انا عايز اعرف سر نجاح يوم 13 الكبير جدا ده. سبحان الله ما اعرفش، يعني احنا اجتهدنا والحمد لله ربنا ادانا على قد الاجتهاد ده. استاذ وائل عبد الله طبعا كان بروجكت بالنسبه له حاجه مهمه جدا وتعب فيه جدا. احمد داوود اخويا وبجد جبان ولا لا؟ جبان؟ لا ما اقدرش اقول عليه. لا قصدي جبان في الفيلم يعني كاحداث والموضوع الرعب. اه طبعا في الكواليس كان بيخاف. اه كلمه جبان دي مش حلوه. خواف يعني مثلا؟ انا خوافه كمان. اوكي. اه بس انا كنت صراحه يعني مركزه معاه هو. طيب خد له هو. ليه كان ايه الصعوبات في يوم 13؟ لا هو الفيلم كله كان صعب. اوكي. يعني الفيلم حتى طريقه تصويره مختلفه خالص، عشان هو معمول بتقنيه ثانيه، معمول 3D، فلا اكيد كان مختلف خالص. ما ينفعش تكوني معانا وما نسالكيش على تاج بقى. تاج حاجه بسيطه بقى، صورك انت وتامر حسني. تاج ان شاء الله نازل قريب جدا، وان شاء الله هيعجبكم قوي قوي. ودي اول مره اشتغل مع تامر حسني، مبسوطه جدا بالتعاون معاه، لان حقيقي حقيقي هو مجتهد وجدع وبيتعب جدا في الشغل، تقريبا ما بينامش. فانا متاكده ان شاء الله ان شاء الله على قد التعب على قد ما هيعجبك. طب حاجه بسيطه كده، دينا دورك ايه؟ اسم الشخصيه؟ علاقتك بعلبه الكشري اللي فوق البرج دي؟ ماليش علاقه. اسمي تمارا. تمارا. اوكي. طيب هتكوني ايه شخصيتك ايه في العمل؟ ما انا مش عايزه بقى اقعد احرق حاجات. حاجه بسيطه يعني. مدرسه موسيقى. اوكي بس كده مش هقول حاجه ثانيه. اخبار عن كامل العدد هيبقى فيه جزء ثاني؟ يا رب ان شاء الله. لسه يعني مش عارفين، بس هو ناس كتيره جدا عايزه الموضوع ده. انت عايزه؟ انا عايزه. اموري انا عايزه. كلنا عايزين. في